أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. معاناة الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج لم تراوح مكانها منذ ما يقارب 3 سنوات. تراكمت المشاكل وأثبتت وزارة التعليم العالي فشلها في وضع حلول مستدامة من شأنها تخفيف معاناة الطلاب وصرف مستحقاتهم في وقتها المحدد. بل زاد طين بلة تصرفات بعض السفراء الذين وصل بهم الأمر إلى استدعاء الشرطة والسجن أو عدم السماح للطلاب بدخول السفارات لإيصال أصواتهم أو المطالبة بحقوقهم المشروعة. من أبرز المشاكل التي يواجهها الطلبة اليمنيون في الخارج تأخر صرف المستحقات للربع الأول والثاني رغم اقتراب فترة تسليم الربع الثالث خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى الرسوم الدراسية للمبعدين من قبل الميليشيا لعام 2016-2017 والتي لم تسلم حتى الآن على الرغم من وعود التعليم العالي بتعزيزها منذ ذلك الوقت. مشاكل أخرى تتمثل في طلاب الاستمرارية وأيضا طلاب النفقة الخاصة والجهات الأخرى وتذاكر سفر الخريجين. عن أبرز القضايا العالقة للطلاب اليمنيين في الخارج وتعاطي وزارة التعليم العالي معها سيكون موضوع حلقة هذا الأسبوع من البرنامج. نبدأ باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم بعد أن نشاهد التقرير الذي أعده الزميل عمر نهمي حول الموضوع. يشتكي الكثير من الطلاب في مختلف دول الابتعاث من القضايا المتراكمة لدى وزارة التعليم العالي والتي على مدى 4 سنوات لم تقدم حلولا جذرية لها. يعاني الطلاب من عدم انتظام صرف مستحقاتهم وتأخيرها. يتهم الطلاب وزارة التعليم العالي بالتعمد في تأخير مستحقاتهم بحيث تصبح ربعين فقط في السنة بدلا من 4، فتصرف مستحقات 6 أشهر من كل سنة بينما موازنة الوزارة معتمدة ومقررة من مجلس الوزراء. تأخير مستحقات الرسوم الدراسية يعقد وضع الطلاب أكثر أمام الجامعات ويعطي صورة سيئة عن الطالب اليمني في دول الابتعاث كما يقولون. كما يشتكي الطلاب بما يسمونه الانتقائية في اعتماد الرسوم الدراسية حيث يتم اعتماد رسوم أصحاب الوساطات وأبناء المسؤولين. مشكلات أخرى يواجهها الطلاب المبتعثون كعدم صرف بدل تذاكر الخريجين لمدة 4 سنوات. طلاب الاستمرارية أيضا يعانون من الإهمال الحكومي حيث قامت وزارة التعليم العالي بإيقاف قرار اعتمادهم واستقبال ملفات المتقدمين للمنح في الملحقيات الثقافية في دول الابتعاث وفي الوزارة، بينما يتم ابتعاث عدد كبير من الأسماء مع كل ربع بمعايير غير واضحة. يتهم الطلاب القائمين على المنح بتقاضي مبالغ مالية لا تقل عن 2500 دولار مقابل اعتماد كل منحة، ويأتي هذا بضوء أخضر من قيادة الوزارة بحسب الطلاب. تتعمد وزارة التعليم العالي عدم نشر كشوفات المستحقات المالية بشكل شفاف وواضح كما كان في السابق، نظراً لإضافة أسماء كثيرة من أبناء المسؤولين. وأمام هذا الكم الهائل من الفساد ورغم كثرة مناشدة الطلاب، لم تحرك الحكومة ساكناً تجاه هذا العبث. من ماليزيا ينضم لنا عبر الهاتف عبد الصمد الصلاحي. أهلاً بك عبد الصمد. حياك الله أخي العزيز، أهلاً وسهلاً. بداية نشكر قناة بلقيس على اهتمام الطلاب المفيدين بالخارج، وشكر للمذيع المبدع. شكراً لك. وبرنامج المنصة الذي يعتبر نافذة التي نبث فيها همومنا كطلاب في الخارج. هذه الحلقة أيضا هي مخصصة للتعاطي مع المشاكل التي يعاني منها الطلبة في الخارج. لو تحدثنا عن الأبرز في هذه المشاكل عبد الصمد بالنسبة لكم في ماليزيا. حياك الله أخي. أولا المشكلة الأساسية أولا عدم انتظام المستحقات والتي تأتي كل 6 إلى 7 أشهر بدلا من 3 أشهر كما كان في السابق. ويعني مثلا الان كان المفترض صرف الربع الاول خلال هذه الفتره، والان بالرغم من انه الان دخلنا في استحقاق الربع الثاني وما زال الربع الاول لم يصرف. هذه اول مشكله. المشكله الثانيه هي الرسوم الدراسيه، تاخر الرسوم الدراسيه وبسببها لا يستطيع الطلاب التسجيل وهم غرضه واكثرهم غرضه للفصل من قبل الجامعات. وكذلك هناك طلاب بسبب تاخر الرسوم الدراسيه هناك طلاب لم يستطيعوا قادرين على استخراج على استلام شهادتهم للالتحاق بسوق العمل وخاصة الخريجين، وهذه مشكلة كبيرة جدا يعني. أما المشكلة الثالثة فهي انقطاع سبل العمل الخريجين للعودة إلى اليمن لعدم وجود تذاكر يعني. نحن كان هناك وعود من وزير التعليم العالي عندما زار ماليزيا وقال أنه سوف يتم صرف تذاكر من مركز الملك سلمان، وكذلك قد وجه في ذلك الوقت وزير الخارجية رئيس لجنة حل مشاكل الطلاب في الخارج الأستاذ عبد الملك المخلافي في حينه، وقد كان قطع صوت كبير جدا في هذا الجانب. المشكلة الرابعة الإيفاد الجديد، تم إيفاد طلاب جدد
برسوم خاصة طلاب الاستمرارية، أعطوهم المساعدات المالية ولم يعطوهم الرسوم الدراسية، وهناك انتقائية في بعض الطلاب تم أعطوهم رسوم دراسية ومساعدات مالية، بينما كثير من الطلاب الاستمرارية لم يعطى لهم الرسوم الدراسية وأصبحوا الآن غير قادرين على التسجيل. هذه أهم المشاكل. طيب بالنسبة للمستحقات، هل عندما يحدث تأخر تسقط هذه الأرباع أم تستلموها لكن بشكل متأخر؟ نحن نستلمها بشكل متأخر، يعني مثلا تصور إنه بين الفترة نظل 6 أشهر نعاني، يعني 6 أشهر كاملة. لكن لا تسقط المستحقات، يعني تستلموها لكن بشكل متأخر. نستلمها بشكل متأخر، والسقوط بالنسبة للسقوط هناك حالات فردية، هناك حالات معينة تم إسقاط رسومها وهم في إطار المتابعة، ولكن لم يتم البت في مشاكلهم. يعني طيب ما هي الردود التي تتحصلون عليها من وزارة التعليم العالي، وكيف تقيمون تعاطيهم مع هذه الإشكالية التي تعانون منهم بصفتهم الجهة الأقرب لكم والمعنية بهذا الموضوع؟ حياك الله في العالي. بالنسبة لوزارة التعليم العالي صراحة يعني نحن نحس أنه ليس هناك وزارة بالمرة، يعني لأنه الكثير من المشاكل تظل عالقة، المعاملة عالقة هناك في وزارة التعليم العالي بالرغم من الرفع بها من قبل الملحقيات. هناك كثير من الطلاب لديهم مشاكل سواء من جانب الاستحقاقات المالية أو الرسوم أو تسديد الرسوم للطلاب الخريجين أو بالنسبة للتذاكر، ما الإجراءات بطيئة جدا، ويبدو أنه يتم التعامل معها بمزاجية أو بانتقائية، لا نعرف ما هو السبب، ورغم أن هناك يعني ميزانية مقررة لوزارة التعليم العالي بالنسبة لاستحقاق الطلاب الخارج رقم 200 ميزانية، إلا أنه تأخر الرسوم ليس هناك مبرر لتأخر الرسوم أو لحل مشاكل الطلاب المالية، يعني هي كل مشاكلنا مالية. يعني شكرا لك عبد الملك. طالب آخر أيضا من مصر، غسان بوذيجي، أهلا بك أخ غسان. أهلا أخ سامي، حياك الله أخ سامي. و نود أولا أن نوجه الشكر لقناة بلقيس لإتاحة الفرصة لنا بطرح مشاكل وقضايا الطلاب المتعدين بمصر وبالخارج بشكل عام. اتفضل أخي غسان. أعرف بنفسي أنا غسان البي، طالب مبتعث دراسات عليا في جمالة جراحة الحروق والتجميل. طبعا نحن نعاني من عدة مشاكل، وأهمها طبعا التي تخص كل الطلاب بشكل عام هي تأخر المساعدات المالية والرسوم الدراسية. المساعدة المالية طبعا نحن الآن في شهر 4 ولسه ما استلمناش الربع الرابع 2018، فبرضو كمان الرسوم الدراسية لهذه السنة لسه ما وصلتش. حاجة ثانية برضو كمان، يعني بالنسبة للمساعدة المالية قصدي بالنسبة للرسوم الدراسية، فيها بعدها مشاكل كثيرة يعاني منها الطلاب، إنه ما يقدروش يناقشوا رسائل تخرجهم مما يؤدي إلى تأخرهم في التخرج وطول فترة دراستهم وتحملهم تكاليف هذا التأخير، يعني حتى أنهم يدفعوا رسوم على حسابهم. برضو كمان البعض ما يقدرش يدخل امتحانات إلا، يعني الجامعة ترفض تخليه يدخل امتحانات إلا بعد ما يدفع الرسوم. طبعا معظم الطلاب في معظم طلاب دراسات العليا غير البكالوريوس، طلاب دراسات العليا معهم مشاكل برضو كمان عوائلهم، يعني واهلهم هنا موجودين واولادهم، فضغوطات تزيد، يعني ضغوطات تكاليف الحياه والدراسه كلها طبعا اكثرها مشاكل ماليه. هناك في مشاكل طبعا مثل طلاب التبادل الثقافي اللي هم 2017-2018، مثل طلاب الأزهر لم تعطى لهم مساعدة مالية ولم يعتمدوا حتى الآن. برضو كمان مشاكل تذاكر الخريجين، كانت تصرف تذاكر الخريجين يعني تقريبا قبل سنة أو سنة ونص على ما أذكر، والآن انقطعت، وفي خريجين كملوا وخلصوا ويسافروا وما عندهمش القدرة. برضو كمان في مشكلة الاستمراريات لبعض الطلاب. طبعا هذه مشكلة الاستمراريات فيها مزاجية غير عادية، يعني مزاجية ما فيش حاجة أو قانون ينظمها. أنت وحظك يعتمدوا لك استمرارية، أنت وشطارتك، يعني أنت ومعرفتك، أنت ووساطتك. فهذه برضو قضية ثانية يعاني منها معظم الطلاب اللي هم نظام مالكتب بصورة. طيب الأبرز غسان، تفضل. نعم. باقي شيء تريد الإشارة إليه؟
مشكلة، أيوة مشكلة التمديد القانوني، التمديد القانوني للطلاب يعني يعني في مشكلة بالنسبة للتمديد القانوني. إذا خلص فترته له فترة أربع معينة، هذه برضو كمان فيها مشكلة ويعاني منها الطلاب يعني. طيب ربما الأبرز إذن هي المشاكل المالية، والمشاكل هذه قائمة منذ 3 سنوات. هل هناك مع مرور الوقت تحسن في صرف المستحقات، يعني في التأخير مثلا، هل تشعرون بوجود أي تحسن؟ والله زي ما قلت لك يعني كيف لسه ما استلمناش الربع الرابع 2018 ونحن شهر 4 2019، يعني المفروض الآن نكون قد استلمنا الربع الثاني اسمه 2019، فارق كبير يعني 7 أشهر من انقطاع المساعدة المالية، هذه تؤثر على تحصيل العلم للطلاب بشكل عام. يعني بالدين الآن الطلبة اليمنيين في الخارج يدرسون بالدين؟ نعم بالدين. احنا معانا برضو كمان أود أطرح قضية هنا خاصة في مصر، موضوع تبادل الملحقية الثقافية والسفارة. يعني السفارات طبعا تتدخل بشكل مباشر وكأنها هي الملحقية الثقافية للطلاب، برغم وجود يعني الأستاذ محمد العبادي مشكور يعني والكل يشكر فيه، والأستاذ هاشم المخلافي اللي هو المساعد المالي، بس وهم ما شاء الله يعني جديرين بالعمل، لكن في تدخلات كثيرة من السفارة بشأن موضوع الطلاب والرسوم والمساعدة المالية. حتى أني أنا بشكل شخصي يعني اليوم اتفاجأت، رحت السفارة فالربع قد يعني بعد انتظار 7 أشهر على المساعدة المالية تجي، اتفاجأ انه اليوم يقول لك انه الربع حقك موقف، لا ادري لماذا وبدون اي مسوغ قانوني يعني. طيب انت ذكرت اسماء واتهمت الجماعة في السفارة والملحقية لكن لم تذكر المشكلة، ما التدخلات التي يقومون بها وما الضرر الذي يلحق بالطلبة، يعني من باب الإنصاف لأنهم غير موجودين يعني أيضا حتى لا تلقى التهم جزافا على الناس. أنا أقول لك أنا موجودين، هم اسمه الأستاذ محمد العبادي ومشكور والأستاذ هاشم المخلافي يقوموا بكامل واجبهم، بس في هناك بالسفارة يتم التدخل بشكل مباشر على كل ما يخص الطلاب. طيب ما يعني هو هذا التدخل؟ ما هو هذا التدخل؟ التدخل بالنسبة للرسوم، بالنسبة لإيقاف الطلاب، بالنسبة للتنزيل بعض الطلاب، بالنسبة برضو كمان تعسفات شخصية. أنا قلت لك أنا تعرضت برضو لمثل هذه قبل سنة ونص، واليوم يتم نفس الحكاية إنه يوقف راتبي. ليش؟ رغم إنه ما فيش يعني أنا استبسط رابعة وباقي لي سنتين، ما فيش أي مسوغ قانوني لإيقاف راتبي، فهذه تدخلات من السفارة بعمل الملحقية. طيب أشكرك جزيلا غسان. اتصال آخر، صالح بوخيت من كوبا، أهلا بك دكتور صالح. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. باسمي واسم اتحاد طلاب اليمن في كوبا نشكر برنامجكم الموصل من قناة بلقيس على استضافتنا ما يقضي ذلك إلى إلى خدمة الطلاب اليمنيين في الخارج، ونشكر الأخ عمر الجلي رئيس رابطة الاتحاد العام للطلاب اليمنيين في الخارج على اهتمامه أولا بأول مشاكل طلابنا في الخارج. ثانيا أخي، مشاكل الطلاب في الخارج في الحقيقة هي ليست وليدة اليوم، هي كما عهدنا مشاكل متراكمة من الماضي بس لم تصل إلى الحد الذي وصلت إليه اليوم من قيام وزارة التعليم العالي من إقصاء وتهميش للطلاب وزيادة في معاناتهم، متفقة بذلك مع بعض السفارات في بلادنا في الخارج بقيام بالتلاعب بكشوفات ومستقبل الطلاب. نحن أخي في جمهورية كوبا مننا حوالي 20 طالب، معظمهم في دراسات تخصصية عليا في عدة تخصصات طبية، جراحة عظام، أوعية دموية، جراحة قلب وغيرها. هذه التخصصات حصلنا عليها بشكل مجاني من جمهورية كوبا استثناء فقط للطلاب اليمنيين. تصور الأجانب يحسدونا كيمنيين كوننا حصلنا على هذه التخصصات بشكل مجاني. كلنا نعاني منذ عامين من تنزيل أسماءنا من قبل وزارة التعليم العالي، قمنا بمخاطبة وزارة التعليم العالي عبر سفارتنا لكن من دون جدوى، سئمنا ومللنا. على أثر ذلك قمنا بالاجتماع مع الأخ السفير في بلادنا لوضع حلول لتلك المشاكل، علما بأن كوبا منحت هذه التخصصات مجانية والذي لا تعود أعباء على البلاد فقط للطلاب اليمنيين، بالنسبة لنا كان بمثابة شرف أمام الطلاب الأجانب. ذلك الاجتماع مع الأخ السفير القزمين إطلاعنا على الكشوفات المرسلة من الوزارة لكننا فوجئنا بالرفض، وهو ما دفعنا إلى اعتصام علما بأن الاعتصامات ممنوعة في جمهورية كوبا.
كان السفير يدعي بسرية الكشوفات بحسب توجيهات من وزارة التعليم العالي، وهو ما ثبت صحة ذلك الكلام لاحقا. فما أدري فما أعلم يا أخي ليش وزارة التعليم العالي متحفظة على الكشوفات، لا تريد الطلاب أن يطلعوا عليها. هل بينهم وبين السفراء تجارة يعني بمشاكل الطلاب، يضيفوا أسماء وهمية أو لغيرها حاشا أن يكون سفيرنا منهم؟ ولكن هذا صراحة يعني لم نحصل على أي جواب أو تفاهم. طب بلغ من وزارة الخارجية الكوبية، بلغت وزارة الخارجية الكوبية نظيرتها اليمنية، وجاءتنا زيارة من مساتن بالأخ منصور بجاش وكيل وزارة الخارجية والذي بدور أخذ ملفاتنا ووعدنا بحل تلك المشاكل بالتشاور مع معالي الأستاذ الدكتور حسين بسلامة، والذي بدوره أتى بعده بشهر يمكن في نوفمبر العام الماضي. اجتمعنا مع الأخ الوزير والذي فوجئ بقلة العدد، نحن في الكوبة لا نتعدى 20 طالب، وأخبرنا يا شباب هذا مشكلتكم، ما تحتاجوا وجع راس والله بهذا المنطق، ولكم الأولوية يكونها تخصصات نادرة جدا ومحتاجينها في اليمن. نحن مننا 15 اعتقد دراسات عليا وثلاثة طلاب جامعيين، وطلب مننا هو نفسه بكشف تفصيلي بكل طالب، والذي بدورنا سلمنا له واخذ مننا تعهد بالمقابل بالعود الى ارض الوطن عند التخرج، وتسلم شهاداتنا عبر وزارة الصحة الكوبية الى السفارة والتي دورها ترسلها الى اليمن لضمان عودتنا. كلنا وافقنا على هذه الخطوة واعتبرناها ايجابية بالنسبة لنا، وبعدها وقعنا على كشف مقدم من الأخ السفير باعتمادنا في الربع الرابع للعام المنصرب، والذي فوجئنا بعد أسبوع من هذا الشهر بتسقيط أسماءنا وتسقيط آخرين كانوا من ضمن الاستمرارية غير مسوق قانوني. أخي نحن طلاب الاستمرارية في كوبا صراحة زي ما سلف سئمنا ومللنا من كثر التردد على السفارة للاستفسار عن مستحقاتنا والذي وعدها السفير من غير ما نحصل على أي حاجة. نحن سوف يكون هذا الاجتماع القريب اجتماع مع الأخ السفير للاطلاع. أخي قبل المحادثة معكم تواصل معي أحد الأصدقاء الذي يدرس جراحة أوعية دموية بأن سوف يذهب إلى جامعة للتنازل عن التخصص كونه لم يستطع تحمل أعباء الدراسة، وقال إنه لا يستطيع يملك حتى حق المواصلات. تصور يا أستاذ. طيب وعليه أقول لوزير التعليم العالي والقائمين. طيب دكتور صالح، أنت أشرت إلى نقطة أنكم ربما حصلتم على امتيازات في بعض المنح بشكل خاص، وهي منح مكلفة ربما ماديا. عندما تبلغون وزارة التعليم العالي بهذا الموضوع أيضا لا يوجد أي تجاوب أو تفاعل أو إدراك لأهمية فعلا؟ هي اسمح لي يا أستاذ، هذه التخصصات التخصص الواحد مثلا جراحة عظام أو أوعية دموية أو جراحة قلب يكلف التخصص الواحد منها $90,000، وكوبا اجتمع مجلس الوزراء الكوبي باستثناء الطلاب اليمنيين واعطاهم هذه التخصصات بشكل مجاني. تصور نحن طلبنا من سعادة الوزير فقط مساعدة مالية فقط بموجب تعهدنا بالعودة إلى أرض الوطن لخدمة. تصور يا أستاذ 15 تخصص يرجعوا هذول اليمن، هل تتخيل يعني كم عددهم؟ كم 15 شخص؟ كم العدد يعني؟ 15 طالب، 15 دراسات عليا وثلاثة دراسات جامعية. والإشكالية توقفت عن منح مساعدة مالية لهؤلاء 18 شخص. بالضبط. لا طبعا في الكشف الأخير سقطوا 8 طلاب مع 3 طلاب. لا أنا أقصد في حالة من حصلوا على التخصصات المنح المالية المجانية في التخصصات النادرة 18 شخص. 18 شخص هم. طيب في عادة يعني طلبة الماجستير والدكتوره 15 طالب هم دكاترة ومتخرجين والآن يواصلوا دراساتهم العليا في التخصص الذي ذكرت لك سابقا. طيب المنحة المالية التي يفترض أن تقدم لهم من الجانب اليمني كم هو المبلغ يعني؟ $700 شهريا يعني بالربع 2100. كما أقول لك يا أستاذ إن في بعضهم الآن يواصل دراسات عليا والراتب لا يأتيها الربع إلا ب1800 باعتبارها دراسات جامعية، ما أدري ليش السبب هذا. فطبعا وزارة التعليم العالي لم تخلق لنا إلا صداما مع السفارات، ترسل كشوف وما تراجع الكشوفات وتقول لنا راجعوا السفير هو الذي يقدر يقول منه المستحق منه غيره. هذه عجيبة والله عجيبة. يعني هل يعني السفارات اللي
تحرك يا وزارة التعليم العالي. لم نفهم هذه النقطة صراحة منهم. طبعا سلطت الضوء على هذه الإشكالية وهي إشكالية مهمة ربما. دكتور صالح شكرا جزيلا لك. من كوبا من لبنان الأخ علي، أهلا بك علي. أهلا أهلا وسهلا أستاذي علي. لو تضعنا في صورة مشاكل الطلبة في لبنان. والله يا أستاذي مشاكل الطلبة في لبنان مشاكلهم هي أساس مشاكلنا من عام من أول ابتعاثنا تقريبا قريبا من 2014. فكان تبادل اتهامات بين وزارتين وبين بين الوزارة وبين سفارة، لأنه نحن أغلب الطلاب في لبنان مبتعثين من وزارة التعليم الفني. لاحظت الآن يعني إنه شبه يعني إنه حلوها واقتصوا من مستحقاتنا. بس المشكلة الأساسية الآن إنه في الاستمرارية وفي طلاب الاستمرارية. أنا من هذا الطلاب الذي واجهنا وكثير من الطلاب واجهوا مشاكل في الاستمرارية بحيث إنه تبادل الاتهامات بين السفارة والوزارة. الوزارة تصدر قرار تصدر مذكرات للطلاب ما يستحقوش مش ما يستحقوش إنه تصدر للطلاب وطلاب لا بحجة إنه يوجد. ألو أسمعك علي. بحجة إنه سفارة تصدر مذكرات للطلاب وطلاب تمنع عليهم المذكرات الرسمية وتجيب لهم، وهم طلاب مبتعثين من وزارة التعليم الفني، تجيب لهم مذكرات إلى من يهمه الأمر، وصدرت مذكرات لطلاب رسمية وهم يعني نفس الطلاب نفس الوضع ونفس التقدير ونفس فيوجد احنا مشكلتنا الاساسيه في لبنان انه عندنا المسؤول الثقافي غير مش مسؤول ثقافي من يتبع وزاره الثقافه، مسؤول ثقافي معين كان طالب هنا في لبنان. فلذلك يعني انه يوجد محسوبيه ويوجد حسب العلاقات مع السفاره وحسب تلميع الطالب للسفاره يحصل على حقه. وهذا اكثر مشكله تقريبا بنعاني منها، حتى ان السفاره تعمل على السفاره تبعنا تعمل ما استطعناش لحتى الان نعمل اتحاد طلاب يردع الاشخاص سواء كانوا في السفاره او في الوزاره، يردع الاشخاص الذي بيعبثوا بمستحقات بحقوق الطلاب او بمصالح الطلاب، ما استطعناش لحتى الان ناسس اتحاد لنا. بسببنا ناس مع السفارة وناس ضد السفارة وناس والذي مع السفارة هم المنتفعين من السفارة بشكل أساسي، بيتم التغطية عليهم من حيث التعثر من حيث أشياء كثيرة يعني إنه بيتم التغطية عليهم وأصدر لهم مذكرات وأصدر لهم يعني هم تدعين وأصدر لهم مذكرات للجامعات وهم غير حاسين لهذا الشيء. فهذا أحد القضايا الرئيسية الذي هي معنا مشكلة في ملحق مش ملحق هو مسؤول ثقافي كان طالب. فهذا الشيء هذا أكثر مشكلة بنعاني منها هنا كطلاب يمنيين كطلاب مبتعثين. وثاني شيء إنه سفارتنا يتم إدارتها من شخص لبناني من حاسب تقريبا لا يعني مش لا وجود أثر للسفارة للبعثة الدبلوماسية كبعثة دبلوماسية. إدارة تكون تخليق بتم من شخص محاسب اسمه مصطفى يعني. فلهذا كلهم ما فيش يعني إنه ما فيش بعثة دبلوماسية قوية مثل اليمن أحسن كذا. فنحن بنعاني من إقصاء في حقوقنا وفي شيء إنه سفارتنا او معظم السفارات يعتبروا السفراء او الذي جابوا لهم هذا المناصب اني اظل في ظل الوضع الراهن اني نهايه الخدمه لهم بيتم توظيف اشخاص ويعني يتم فساد كبير. انت علي يبدو معك اشكاليه كبيره مع السفاره، يعني ركز كثيرا على السفاره ربما وحصرت كل مشاكل الطلبه اليمنيين في لبنان ربما. طيب شكرا جزيلا لك علي. نذهب للمشاهده بعض التصريحات من بعض الطلبه عبر الواتساب. صراحة المشاكل التي يعانيها الطلاب اليمنيين في الخارج أصبحت
مكررة وأصبحت واضحة منذ 4 سنوات إلى الآن هي عدم صرف المستحقات في وقتها، وكذلك اعتماد طلاب الاستمرارية التي لهم الحق في الأول أن يتم اعتمادهم حسب التخصصات وحسب الشروط التي وضعتها وزارة التعليم العالي، ولكن للأسف لم يتم اعتمادهم إلى الآن. وكذلك طالبنا في وقفات احتجاجية وفي اعتصامات مفتوحة وفي عن طريق التصعيد عن طريق القنوات والصحف والمواقع، ولكن للأسف لم تقوم وزارة التعليم العالي بأخذ عين الاعتبار في المطالبات والمناشدات والاعتصامات للطلاب التي أصبح همنا الأكبر، وهي كيف تصل رسوم الطلاب وكيف تصل مستحقات الطلاب إلى دول الابتعاث. في الحقيقة يجب معالجة كل قضايا الطلاب وعمل آلية لصرف المستحقات الطلابية دون تأخير. عليكم بعمل حل جذري لهذه المشاكل. مشاكل طلاب الاستمرارية هي المشكلة الثانية والتي يجب أن تحل في روسيا بشكل خاص، ونؤكد على روسيا حيث أنه منذ سنوات لم يتم اعتماد طلاب الاستمرارية. في الحقيقة تم اعتماد حسب تصريح الاتحاد في ماليزيا كدفعة أولى ل50 طالب وكدفعة ثانية ل34 طالب، ولكنه اعتماد ناقص حيث تم اعتمادهم في سنوات متأخرة من سنوات ابتعاثهم، وكذلك تم اقتصاص الكثير من مستحقاتهم المالية. ولكن في الأخير تم اعتماد حتى ولو بشكل جزئي، لكن في روسيا لم يتم الاعتماد نهائيا. نطالب رئاسة الوزراء ونطالب وزارة التعليم العالي متمثلة بالدكتور حسين باسلامة النظر إلى قضية الاستمرارية لطلاب روسيا واعتمادهم أسوة بزملائهم في بقية دول الابتعاث، ونتمنى منهم حل جذري لكل مشاكل الطلاب. بدأنا باشرنا يعني بالعملية الدراسية، وبعد إكمال سنة أولى تفاجأنا بإسقاط أسماءنا من الجامعات ومنعنا من دخول الاختبارات. فاجتمعنا عدة طلاب وذهبنا إلى الملحقية الثقافية للمراجعة، وننصدم أنه تم إسقاط أسماءنا من الكشوفات من الملحقية الثقافية، وذلك بسبب خلافات يعني بين الطاقم الإداري السابق. طيب لدينا اتصال آخر. من الجزائر حسين. أهلا بك حسين. أهلا أخي العزيز. أهلا وسهلا بك حسين، هذه الحلقة مخصصة لمشاكلكم كطلبة مبتعثين، فتفضل. ربي يسلمك. بعد شكر التحية لجهاز بلقيس التي تهتم بقضايا الطلاب خاصة في الخارج أو الداخل. بعد الشكر والتحية أخي العزيز، نستطيع تلخيص بعض المشاكل التي تواجه الطلاب في الخارج، وأهمها تأخير صرف المستحقات المالية. هذا التأخير أخي الذي ينعكس سلبيا على الطلاب ويؤثر على مستواه الدراسي. نحن الطلاب نؤمن إيمانا راسخا أن العلم هو السبيل للنهوض بالوطن المستنقع الحروب وتحقيق تطلعات الشعب اليمني. عندما ابتعدنا عن وطننا لتحصيل العلم كنا نعرف أن هناك مسؤولية نلقاه على عاتقنا كوننا مستقبل اليمن الموعود. أخي العزيز، على سبيل المثال نحن هنا في الجزائر نعاني من إهمال السفارة، لأن أصبح وجود السفارة مقتصر على استخراج بعض الأوراق لا غير، كأوراق مثلا أوراق عادية، شهادة ميلاد أو أشياء يعني ليست مهمة لا غير. لكن بتعاوننا نحن الطلاب استطعنا التجارب فيما بيننا، وللعلم لا يوجد لدينا ملحق ثقافي لنا أكثر من 6 أشهر. طيب اليوم ما هي أهم أو أبرز المشاكل التي تعانون منها كطلبة مبتعثين في الجزائر؟ يا أخي العزيز، أبرز المشاكل هي تأخير مستحقات الطلاب. وللعلم يا أخي، نحن هنا في الجزائر لا يوجد لدينا ملحق ثقافي، مع أنه قد تم إرسال المستحقات المالية لبعض السفارات إلا أننا نستلم آخر الطلاب في العالم كمدة أقصاها من 2 إلى 3 أسابيع. طيب فقط يعني عدم الانتظام في صرف المستحقات له علاقة بعدم وجود ملحق ثقافي، أم أن هذا التأخير هو أيضا يعاني منه باقي الطلبة في مختلف دول العالم؟ لا، التأخير عندنا بعد ما يستلموا بعض الدول احنا نستلم بعد. اولا بسبب عدم وجود ملحق ثقافي، ثانيا يا اخي موضوع قضيه الاستمراريه لم يعتمد عندنا اي اسماء للاستمراريه،
بالرغم انه كان هناك اعتصام داخل السفاره وكانت وعود هناك من السفاره، لكن السفاره تطرح اللوم على وزاره التعليم العالي، ويضطر بعض الطلاب ان يمشوا امورهم من التعليم العالي، ونصل الى يعني انه احنا ليس لدينا اتحاد طلاب بسبب السفاره. السفاره تطرح مشكله انه بسبب التعليم العالي تابعوا اموركم اوراقكم من هناك، يطرحوا اوراقنا كذا نطلع يقولوا انا ما فيش ملحق ثقافي. اشكرك جزيلا، شكرا لك حسين من الجزائر. من الهند منصور المسوري، اهلا بك منصور. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل منصور. شكرا جزيلا لك الكريم على اتاحه الفرصه. اعتقد بانه مشاكل الطلاب اليمنيين في الهند مشاكل متراكمه، وهي امتدت لمشاكل الزملاء الاخرين في بلدان الابتعاث، سواء فيما يتعلق بعدم انتظام مستحقات الطلاب او مساله تعثر اعتماد الطلاب الاستمراريه. لكن في الهند هناك مشاكل ربما تختلف عن بعض البلدان، منها مشاكل طلاب الاي تي سي ار، مشكله اعتقد بانها اصبحت قضيه راي عام وتم اثارتها في اكثر من مناسبه، وتم التواصل مع وزير التعليم العالي، وكان اخر تواصل يوم امس التقيت بالسفير والقنصل العام والمستشار الثقافي في اعتماد، تم اعتماد 57 حاله طلاب اي تي سي ار تبادل ثقافي، وانزال حاله لطالب احمد عبد الله الشريف الذي له عام كامل يدرس في الهند على فكرة الخاصة بانتظار اعتماده المالي، وتم استثناء اسمه رغم رفع أكثر من خطاب من الملحقية الثقافية أو من السفارة إلى الداخل، ورغم تعهد الوزير في مقابلة مع نواف كرة في الفضائية اليمنية باعتماد وحل إشكاليته، لكنه لم ينفذ من التزامة الشيء، وصل كشف الربع الرابع دون إضافة أسمائهم. هذه قضية. قضية أخرى منها التهرب من اعتماد المبتعثين بالإحلال من الجامعات اليمنية، وخاصة جامعات عمران وحجة وذمار وصنعاء. فهناك مبتعثين من الجامعات في صنعاء وعمران وحجة وذمار بالإحلال لزملاء آخرين لهم، والجامعات تتمتع باستقلال مالي وإداري ولها الحق في أن توفي بدلا عن من تخرجوا من الجامعة وبحسب الأولوية وقرار التعيين. وتم أول الطلاب متواجدين ومنتظمين في بلدان الدراسة، وتم الرفع بأسمائهم في كشوفات الربع الثالث والرابع من قبل الملحقية الثقافية، لكن لا يوجد أي تجاوب من الداخل. وكلما تواصلنا مع سواء مع معالي الوزير أو مع نائب الوزير أو مع وكيل إدارة البعثات، تجد بأنهم لم يستشعروا مسؤولياتهم كمسؤولين عن أبنائهم الطلاب المبتعثين، ويتعللون بأنه لا يوجد اعتمادات جديدة، مع العلم بأن كشوفات الطلاب في كل رفع يتم إضافة أكثر من 500 طالب يأتون إما عن طريق وصادات أو عن طريق رشا، والتي أصبحت أشبه بالمزاد العلني والجميع يعرف هذا. وصل الحال إلى أن البعض يطلب 3000 دولار مقابل اعتماد منحة دراسية في إدارة البعثات، وهذا الكلام تم طرحه على معالي السفير أمس بصريح العبارة، وتم التواصل اليوم أيضا مع معنا القنصل العام الأستاذ يحيى غوبر، وهو بدوره تواصل مع السفير وتواصل مع الوزير، ربما سيتواصل مع الوزير الليلة. هناك حالة مثلا من جامعة عمران من شهر سبتمبر 2013 إلى الآن لم تصل مستحقاتها الدراسية دون أي مسوغ قانوني. هناك قصور من الملحقية الثقافية لأنهم يعتقدون أن دورهم هو إضافة الاسم وتحريم مذكرة للداخل، لكن هم ايضا يتحملوا جزء من المسؤوليه بضروره متابعه الداخل كون الطالب مهتم بدراسته، وبقيه متابعه مستحقاته هي مساله اجرائيه بين الملحقيه الثقافيه وزاره التعليم العالي. شكرا جزيلا لك منصور المسوري من الهند. حول الموضوع ايضا لدينا بعض التعليقات من الفيسبوك نقراها معكم. الاخ حمزه يقول: المبتعثين في الخارج هم خلاصه المبدعين والمتفوقين، المفترض كما هو في سائر البلدان دعم وتسهيل مسيرتهم العلمية ليعودوا بالنفع للوطن، لكن لحياة المنتمى. عبد السلام يقول: الحكومة كم جهدها؟ يتساءل هل تهتم بالسفراء ورحلاتهم وطلباتهم ورواتب عيالهم ونسوانهم التابعين لهم، وألا تهتم بنفسها وهي مش قادرة تلاقي لها مدينة تسكن فيها ولا تهتم بالطلاب؟ كما قال وزير التعليم العالي: عليهم يصبروا وما ينسوش أنه في انقلاب في البلاد. أسامة المخلاف يقول: تأخير صرف المستحقات المالية من وزارة التعليم العالي، وإن وصلت يتم تأخيرها من السفارة، استهتار بالطلاب. كانت المستحقات المالية كأن المستحقات المالية صدقة على روح الحكومة.
حمير يقول عندما تتأخر رسومك تمنعك الكلية من حضور الامتحان، تتحدث بلسان الطلبة هو، وترفض أن تعطيك أوراق من أجل تجديد الإقامة في بلد دراسة. وزارة التعليم العالي والملحقية هم المسؤولين عن ضياع مستقبل الطلاب، لم يجدوا حل جذري المشاكل برغم كل المطالبات المتكررة من قبل الطلاب. أغلب الملحقيات يطالبون الطلاب بالمعاملة من عدن، ومن أجل معاملة بسيطة يحتاج الطالب المديون أن يسافر لعدن التي نعمل من هم الموظفين في هذه الوزارة، وفوق ذلك لم يصرفوا الأرباع بشكل منتظم والرسوم منذ سنتين. رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لا يذكرون الطلاب المبتعثين إلا عندما يرسلوا أقاربهم بأوراق الابتعاث فقط. هشام، حل معاناة الطلاب في الخارج كانت أحد أسباب تفاؤلنا بالحكومة الجديدة، خصوصا أن رئيس الوزراء كان طالبا مثلهم ويعرف ما يعانيه طالب في الخارج. رعدان يقول قطع وتأخير المستحقات عن موعدها بمثابة موت بطيء للطلبة إن لم يكن موت سريع. هناك طلاب تم إيقافهم وفصلهم من جامعاتهم بسبب عدم دفع الرسوم أو إيجارات السكن. نحن الآن في موعد الربع الثاني للعام الحالي لم يكتمل بعد صرف مستحقات الربع الرابع للعام السابق. وزارة التعذيب العالي كما سماها تتحمل كامل المسؤولية عن كل من يترتب من معاناة الطلاب بسبب تأخر مستحقاتهم. نتمنى أن تتخذ الوزارة حل جذري وليس مؤقت ووعود كاذبة لم نرى منها شيء يتحقق. إذن بهذه التعليقات من الفيسبوك حول موضوع هذه الحلقة الذي كان حول استمرار معاناة الطلبة في الخارج، نصل لختام هذه الحلقة من برنامج المنصة. نلقاكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم في أمان الله.